ومن المفاجآت السعيدة كمان كان تكريم المايسترو الكبير هاني فرحات ومنحه الجنسية السعودية. هالخبر اللي تم الإعلان عنه رسمياً خلال الحفل والمباركة له، مبروك يا مايسترو، مبدع مثلك أكيد يستاهل هالتكريم. كمان من أجمل المبادرات بهالليلة كانت تكريم أبرز الفنانات العربيات وردة وصباح وشادية ونجاة الصغيرة وعتاب ورباب بمقطع يحكي نبذة عن كل فنانة، وبعده نجمة من نجمات الحفل تغني له. مبدعة كالعادة يا صولة، بس ترى أغنية تقول لي متى أشوفك أصلاً للعملاق أبو بكر سالم. حتى معالي المستشار نشر بوست كتب فيه الأغنية للفنان الكبير أبو بكر سالم الله يرحمه، وليست لرباب الله يرحمها. بس على فكرة يبدو أنهم اختاروها لأنه سبق للفنانة السعودية عتاب أنها غنتها بأحد ألبوماتها، ولكن المشكلة أصلاً اللي غنتها هي عتاب مو رباب، اللي حطوا مقطع عنها قبل الأغنية. والغريب أكثر إنهم حتى بعد ما حطوا مقطع عتاب طلعت أحلام وغنت يا سلام يا أم فاهد، بس ترى اجرح وعذب هذه أغنية رباب مو عتاب. يلا ما عليه، الله يرحمهم جميعا. وأهم شيء الكل استانس بهالليلة اللي كمان انتشر فيديو منها بشكل واسع، وهو مقطع نزول الفنانات من المسرح، وسالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا منظمة الحفل يشكرهم، بس رد أليسا كان مميز. خلونا نسمع. يعطيكم العافية، ما قصرنا. هل هو طالع من أليسا؟ اي والله ما قصرتوا أبد،